فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز وقف مبلغ معين للاستثمار بحيث يبقى أصله أي رأس المال وتوزع الأرباح على الفقراء؟ لا، المنقول ما يصح وقفه، لكن يتبرع به ما في بأس، باب التبرع أوسع من الوقف. نعم، تصدق به ما في بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.